أهلا وسهلا فيكم في المثابر. اليوم معانا البطل حسن نور الدين. أهلا وسهلا فيك حسن، ومرحبا عبد الله الشطي. يا هلا هلا والله، هلا كابتن محمد بلوشي، يعطيك العافية. حسن نور الدين البطل. الله يعافيكم، الله يخليكم شباب، مشكورين والله على استضافتكم على البرنامج. صراحة اللي تاح حق اللي هو المتسابقين ان يتكلمون عن الرياضة والصعوبات اللي يمرون فيها، وتاح للمشاهدين ايضا ان يتعرفون ايضا لرياضة الموتو كروس، وهذا شرف لنا ان نكون وياكم على البرنامج. والله وانا من متابعينكم في الحلقات كلها، واستفدنا وايد من الحلقات صراحة. حبيبي كابتن، الله يسلمك. ان شاء الله ان شاء الله اليوم الناس تتعرف عليك وتستفيد من خبراتك، من مسيرتك. ان شاء الله بطالب حبيبي اشوفك مسوي رياضه اليوم. ايه، كل يوم والله قاعد اجري، وشوي نخفف الفات اللي شغال عليه من 3 شهور. ممتاز ممتاز. شوي شوي قاعد نخفف. حسن، كيف الوضع عندكم الحين حاليا؟ في حجر في حجر ولا لا؟ والله ما في حجر طبعا، بس احترازي، يعني كل واحد ياخذ احتياطاته. تجمعات طبعا، اهل ما اهل، هذه ما في، بس كتروح العمل مالك وهاي كل شيء اوكي. يعني بتمارس الرياضه، تقدر تمارس الرياضه بس بشكل فردي. فردي تكون لابس الماسك حلو وقت اثناء الرياضه، هاي الامور. يعني وين لياقتك حسن؟ اذا مثلا نقول الاسبوع الجاي سباق. الاسبوع الجاي سباق كابتن، خلاص يمكن بس لفتين. كلش ماسك دراجة ابدا. من اخر سباق لي في الكويت ماسك صراحة، كانت دراجة واقفة بالغبار ماله، ماسك ابدا ماسك. الرياضة طبعا يعني في الاسبوع، اذا بسوي في الاسبوع مرة واحدة اني اطلع اتمشى، بس ماشي. حتى جري ما اقدر. بتقول لي اركض يا كابتن كيلو، وين؟ ما اقدر اركض الحين، موقف كلش الرياضه. بس من يقول لنا بس الموسم باقي عنا شهر ولا شهرين؟ يعني لا خلاص خلاص نبتدي. لا ممتاز ممتاز. ان شاء الله ترجع الايام، ان شاء الله وترجع اللياقه لا تحاتي. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله. والله والله وحشتونا، والله لكم وحشه الصراحه، مده صار لنا ما شفناكم. حبيبي والله الحال حال نفسه الحال نفسه. عبد الله الشطي، تتذكر وين اول مره سابقت ويا حسن؟ وين تذكره؟ يعني اي سباق وين كنا؟ هو سباق في البحرين، اول سباق لي في البحرين سابقت ويا حسن نور الدين. وما شاء الله بالبحرين هو التوب رايدر لليوم ما شاء الله. يعني سريع في الحلبة وسريع في البحرين ما شاء الله، فمنافسته كانت وايد صعبة. 2008 ظل هاي السالفة. 2008 تقريبا. اتوقع 2008 ان عبد الله الشطي صح في حلبة الفورمولا، بداية الفورمولا. صح حبيبي والله. حسن، خلينا نتكلم عن بداياتك. اول مرة مارست هذه الرياضة، أو طبعا شو اللي شدك لهي الرياضه؟ يعني خلاص سؤال نساله كل الضيوف، فمهم حبيبي نعرف قصتك. بداياتي انا بديت اسوق تقريبا من عمري 12 سنه. بس طبعا مو بحلبه، ولا نعرف شيء اسمه حلبه، ولا نشوف طبعا واحد يعني يسابق في حلبه والله يتمرن. ما عندنا بر صخير اسمه، نقول نفس البر يعني. وكنت اشوف يعني في الفريج الحاره انه يطوفون دراجات كذي، بس حدني انه خلاص قلت انا ابي اخذ لي دراجه. يعني تولعت انه ابي اخذ دراجه، بس ذاك العمر يعني وانت عمرك 12 صعب انك تشتري لك دراجه، حدنا سياكل بس في الفريج. فقمت يوم من المصروف الخاص، طبعا الاهل مو راضين ان ناخذ دراجه، عندهم الدراجه شيء خطر وشيء مو بزين كلش، كانوا ما يشجعونا في هالأمور يعني. وهو طبعا يعني في الشارع وبتروح وبتطلع وبدون هلمت أكيد خطر. فجمعت من مصروفي وخذت لي، أتذكر أول دراجة كانت 70 كوبر هوندا اللي دبتها تحت السيت. أي هذه مالت شارع يعني صغيرة 70 سي سي. ومن ذاك اليوم بس دراجة ولا دراجة، دراجة ولا دراجة.
ليه ما أخذت 80 و... وبعد فترة تقريبا يوم صار عمري أتوقع بالضبط ما أدري بس أتوقع يوم صار عمري 24 سنة طبعا في الشوارع ما كان هدف في الموضوع يعني وصلنا لمرحلة بس تحدي ويلات اللي ويه لزيد دوار مطاردات نسمع يقولون مشاكل مشاكل شكاوي تينا للبيت فيعني ما لها أي هدف اللي هو تسوق دراجة في الشارع وبدون هلمت يعني كلش مو أوكي. مرة واحدة شفت اللي هو في بارسار كان تتذكر الحلبة كابتن إيه بارسار إيه. وطالب وطالب ما لحق على بارسار ما لحق فيه والله ما شاف بارسار ما شاف معالات المتسابقين في بارسار هاردباك يابسة كانت اللي يعني قار شارع قار بس شو الحلو في بارسار فل جمهور تذكر صح إيه. صح كان وايد جمهور هناك إيه. وكان لها طعم السباقات هناك صح المنطقة كان يوقف الهايوي كان يوقف اي صح بس الحلبة وكلش البم في يدك ابو طالب خمس فرات هي السباق 5 و6 فرات كابتن تقريبا إيه. صح اول سنة هنا 5 لفات عقب حولون 8 لان هناك اللفة كانت اظن 1 دقيقة و10 ثواني بس هي صغيره الحلبة وايد يعني كذا السباق 7 دقائق ايه 7 دقائق 8 دقائق ما يمديك اذا ما تنش خلاص انتهى موضوعك اللي يقوم قومه خلاص هو فايز صح والشارع تايت كان كلش صح الرود نفسه بس ايام حلوه كانت هناك فهاي بداياتي وحصلت عوائق يعني صعوبات وايد في الشوارع حوادث صادتني وايد بعد عنك الشر صادني كسر في ريلي مضاعف يعني كسرين في الفخذي وفي ريلي ومن بعدها بعد ذكر بعد حادث صادني في الشارع كنت قاط صديقي مشعل يتذكر ليدي اليوم يتذكر طحت في حفرة يمكن تقريبا يمكن 14 متر أغمى علي هاي فيها وتميت راقد بروحي هاي في الليل طبعا يمكن يعني طحت فيها 7 قعدت الساعة 11 في الليل مغمى علي بروحي طحت فوق حصى كنت قاعد مش عارف ليه اتذكر شو سالفه الحفره حفره هذه كان نفس المقاولات وقاعدين يبنون وحافرين حق اساس ان يبنون كانوا حديقه او مدرسه ما اتذكر شنو بالضبط وما كانوا مخلين سيفتي والله محاوطين والله شيء في بار كان سيده وهاي قص كان يعني مو لاندنج كان مكسوس فجاه طرت بس ومكاني زين وقعدت بعد يمكن بعد 4-5 ساعات ان هذا تصيدك كذي ساعه تقول هاي حلمان شيء يمكن تقول لي يمكن مجامل وايد في الموضوع بس ان هاي اللي صادني بالضبط صادق وقعدت بعد فتره تقريبا 4-5 ساعات قعدت ما ادري اقول لا انا في البيت قلت لا قعدت شوي ترجع الذاكره اشوف فوق حفره اشوف صوبي دراجه ظلام وين فاخر شيء شوي رجعتني الذاكره وتذكرت اني قطيت مشعل وكذي وقمت بروحي والله داير راسي وانا في البر بعيد يعني ذاك الوقت وتمشيت ليه ما وصلت نفس الفريج يعني ما في احد الفريج ساعه 11 12 كل راقد طبعا مدارس طقيت جرس ناس انا خلاص حدي يعني ما حد راضي يطلع لي قاعد على الرصيف انتظر يعني ان احد بس يجي يسعفني يعني ثيابي من فوق لتحت كله وصل هو دم والحمد لله اللي وقف الجرح كان شنو الرمل رمل دش داخل الجرح في الراس ووقف يعني النزيف اللي صادني في راسي والحمد لله واحد مر اتذكره بالخير اسمه منعم وشالني وداني على طول البيت وعلى طول بيتنا ودوني المستشفى وجراحه واشعه قالوا لي باقي ملي واحد عن المخ اي والله باقي ملي واحد والحمد لله الله طلعني منها يعني هذه سوالف الشوارع يعني والحوادث اللي صادتني على لا شيء يعني صح فالحمد لله رجعت البيت طبعا ويهي ما تعرفه كابتن ما تقول هاي حسن رجعت ثاني ثالث يوم راسي منتفخ كامل اللي تشوفني يقول لي هاي كور يا ابي مو يعني اللي تشوفني ما يعرف انه هاي حسن مستحيل بعد فتره شهرين رجعت الحياه شوي وصرت اوكي الحمد لله وبعد ما يزنا ردينا رجعنا شوارع وهذا هي لين ما سبحان الله شفت السباق في بارسار كنت اروح جمهور كان عمري 24 يمكن او 25 في اي سنه كانت هذه طال عمرك
في سنة 2003 أتوقع. أوكي. متى أنت كابتن تقريبا أول سباق؟ أو 2005. يعني 2003 أتوقع أو 2004. 2003 لأن رحت أول شيء جمهور كان طبعا أطالع. أيه. وما كان عندي دراجة ذيك الوقت. أيه. بس كنت أتابع وخاطر النادش يعني. أيه. وأول دراجة خذيتها اللي هو KTM من عند حسن أبو علي ملك القومات. أوه معروف. إيه ملك القومات باعني هاي KTM. في برسار بطالب أبو علي ما حد يغلبه في القومة. يقول قبل الشباب ملك القومات جميل. ردت فعل يعني ردت فعل قوي. ما في قيت. ما شيء قيت ما شيء قيت العلم بعد ما نزل هو قام قام عشان كذي هو أقوى واحد بالقومة. تحية كابتن أبو علي. تحية لك يا رب يستاهل أبو علي حبيبي. فهذه أول دراجة خذيتها من عنده وقمت أتمرن. طبعا ما عندي فكرة عن سواقة الدراجات وما أخذ فكرة أنها سهلة السالفة. أسوق في الشارع عويل ما يحتاج. أنا توقعت أن السالفة يعني سهلة. فاليوم دشيت وجربت يعني شفتها يعني 90 درجة صعبة يعني تختلف كلش عن أي سواقة. يعني سواقة بار سيجنر نزلنا ركبنا يبل إحنا يعني قلنا يفرق يعني بالتعلم. بس لعبة وايد وايد صعبة. وديك الوقت ما كان في السوشيال ميديا طبعا نفس الحين يعني انه تسهل على الرايدر انه شلون يمشي وطالع ويتابع الابطال يعني تسهلت الامور الحين وايد. فنمشي كل واحد طبعا فكرته كل واحد بطريقته اللي شلون يسوق. طبعا كله قاعدين ما نوقف على الدراجة 24 ساعة قاعد. بس قبل ما توصل الجام وقفت وهي طايرة في الهواء قبل ما تنزل انت وردي قاعد ريح. احنا في فكرنا انه مريح بترتاح إذا قعدت هو كله بام في الظهر. الحمد لله ما صادنا الدسك. الحمد لله. اي والله ابو علي من اللي علمك يعني على الاساسيات اساسيات الدراجة؟ من اللي يعني علمك الاساسيات؟ ما حد علمني صراحة بطالب يعني انا ما حتى ما تعلمت من احد. بعدين انا قمت اتعلم من يعني في من خبرتي للسباقات يعني اطالعهم شو يسوون. ايه اشوف شعر محمد البلوشي وين يوقف وين يقعد اخذ من فلان اخذ من ذي. فقمت اقول ها انا عباني انا قبل صح. محمد البلوشي ما شاء الله يعني تشوفه لنهايه السباق ذيك الوقت كله دايس واحنا لياقه قاعدين نتليق وفاهمين اللعبه غلط بعد كله حديد. ايه حديد ويا ناصر الساد الله يذكره بالخير. هاي يعني كنت اتمرن وياه واستانس وياه بس ما نعرف شنو الرياضه فميولين كله حديد كل واحد دراع مسوي ايش كبره ونطلع جاري هاي. بس ما ناخذ لفتين اللي يدك بام ما نقدر نيود السكان قاعد نستخدم القوه يعني اذا نيود السكان كنا ميودين بار مال حديد والقوه ساكن عليه حق انه ما يشرد. اي والله. فشوي شوي يعني قمنا يعني كل ما دشيت سباق كل ما استفدت انت ازيد. كانت الجرأه موجوده طبعا الحماس موجود الإرادة موجودة عندنا كل يوم نبي ننافس نبي هاي يعني هاي الشيء يعني هاي اللي خلانا يعني نوصل مستوى مع أنه كانت اللي هو الطريقة اللي قاعد نسوقها غلط. بس بعد قاعدين نسوق يعني يعني مو بسيئين سريعين بس غلط. فيعني هذا الشيء. فالحمد لله لما شوي شوي مشينا وياكم تعلمنا منكم من خبراتكم وصلنا الحمد لله مستوى. وطبعا لي حين بعد الرياضة نفس ما يقولون باع طويل يعني كل مالها تكتشف شيء جديد كل مالها تقول اوه انا غلط في هاي الشيء بعد ارد اعدل. كل سنه تقول لا انا عبالي صح لا لازم كذي تسوي ريلك يدك في اللف رمله ناعمك كذي تسوي هارت تراك كذي لها البوزيشن وايد اشياء يعني مالها نهايه ومالها ليفل انها تقول انا صرت سريع بس خلاص هاي الليفل ما في اسرع منه. كل ما تصير سريع في اللي اسرع واسرع. ف رياضة يعني جدا جدا يعني صعبة بس من أمتع الرياضات صراحة. فأول سباق صار لي كان في نسمو قلت لك في بارسار. أي سنة أي سنة تتذكر بارسار أي سنة أول سباق لك؟ 2003 أو 2004 واحد من الاثنين بس ما أتذكر بالضبط متى ما أتذكر. فأول سباق صار لي طلعت المركز أتذكر الثالث. حلو. يعني هاي بالنسبة لي إنجاز يعني أول سباق وطلعت الثالث وركبت منصة ركبتك بالمنصة
هاي يعني شيء يعني عجيب، ما خلاص ما ودك انك تفارق منصة التتويج. صح. ومن ذاك الوقت بس خلاص يوت على الرياضة وقمت أتمرن وحاط على روحي يعني. ليه تقريبا 2006 شالوها الحلبة اللي في بورسار، وتمينا سنتين أو ثلاث سنوات بدون حلبة، سوينا لنا بس بروحنا نفس اللفات أتذكر، وسوينا حلبة الكولا. ليه 2008 أتذكر الكابتن محمد البلوشي سويت له الحلبة الفورمولا 1، ومن أروع الحلبات صراحة يعني، صج صج من أروع الحلبات اللي استانسنا فيها. طبعاً لأن استوت، لأن كان يعني مسوين لها صيانة ومينتينس وماي، من أحسن الحلبات طبعاً، وأحسن التصميم صراحة اللي سكت فيها صراحة الحلبة. حبيبي إيه والله قصر يا حسن. ما حبيبي كابتن كنت أنت والمرحوم الله يذكره يوسف الكريمي، كنتم متابعين في الله يرحمه، أنت وياك كنتم متابعين فيها أتذكر. تعرف عبد الله الشطي يعني حسن يمكن هو ما يعرف قدر عندي اليوم، خلني أقولكم من الناس الصدق من المثابرين يعني حكم دوامه. حسن كم ساعة دوامك؟ والله دوامي كابتن الاعتيادي 8 ساعات. أه. بس شغلي طبعا طويل يعني، ويوم واحد إجازة في أه. الأسبوع طبعا. فإن تشوف هو وصل مستوى المحترفين وهو مش محترف، فهمت علي؟ يعني حبيبي وقت دوامه ومكافح شي كما يقولون، والله حق إنه بالذات آخر سنتين حسن أنت برست وفاجأتني. شوف أنا بقول لك الصدق، من أيام برسار يعني كانوا موجودين المنافسين، كانوا عبد الله الشطي هايش الايام كانوا المنافسين الله يرحمه يوسف كريمي، ناصر السادة، وعبد الله جودر، عبد الله الجودر، وكانوا صعبين يعني ثلاثتهم. حسن كان يعني رابعهم بس قاب. جينا الحلبة الجديدة نفس الشيء، يوسف عقب يوسف تعور الله يرحمه تعور، فنزل شوي مستوى وصابت إصابة الديسك، هاي ردت شوي مستوى. بس كانوا المنافسين آخر سنوات عبد الله الجودر وناصر السادة، من بعد الشباب ما وقفوا الله يذكره بالخير ناصر السادة حكم إصابته، استوى قاب كبير في الرياضة هناك في البحرين، إنه ما في بطل ياخذ مكانه، مع إن حسن موجود بس حسن كان شو ما قلت لك القاب. فأنا كل سنة أسابق ونحن نسابق، حسن يعني سريع بس مو بذاك المنافس، هالكلام أنا أقول حق يعني بدون صح كلامك. آخر ثلاث سنوات يعني موسم 2017 و 2018 و 19 وهاي السنة اللي سابقنا فيها، مفاجأة كانت بمستواك حسن وسرعتك، خل اللياقة سرعتك. وأنا صدق تفاجأت 2019 يعني لين 2018 أي أوقف بالجيت أعرف أوكي إن حسن مثلا نهاية السباق خلاص يعني، حتى لو تأخذ ستار نهاية السباق أقدر أجيب. 2019 تفاجأت في مستواك صراحة، أرفع لك القبعة، أداء سرعة خليتني أشتغل على نفسي بزيادة إني أقدر أماشيك و حبيبي والله كابتن. أنا صراحة شو اللي تغير أبغى أعرف يعني اللي بوصله للناس سؤال. والله شو ما تقول دراجة صراحة الهوندا ارتحت لها هاي أول شيء، كحجمي يعني وطولي ووزني أحس الهوندا لابقى علي أزيد من الكوازاكي. كوازاكي شوي يعني على ضخامة يبيلها شوي واحد
يعني بعافية. طبعا أنا بعد ما غير في السبنشن وكل شيء أصلي عرفت. فهذيك كانت راكبة علي الهوندا أزيد بس مو هواي طبعا كل شيء كنت حاط على روحي طبعا تمارين ويعني وعديت يعني أزيد سنة كنت عاد فيها صراحة عديت فيها عدل. فهاي اللي خلاني أوصل يعني لهالمستوى وغيرت البوزيشن مالي شوي. توقيتك بالنسبة لي أنا مش بس أوكي الدراجة ساعدت بس أنت تغيرت 180 درجة. لياقتك سرعتك صارت يعني والحلو في البحرين إذا أنت مو بسريع 14 لفة متتالية يعني نفس اللاب تايم إلى أسرع 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 يعني صح. وهاي قلة قليلة اللي كانوا يسوونها لين نهاية السباق. صح كلامك. حياتهم 10 دقائق 12 دقيقة بعدين تشوف القب. أي أكيد. وأنت صح. يعني قمت تمشي لين تشكر فلاج لين العلم بهالبيس. هاي بالذات 2019 السنة اللي فز فيها بطولة غرب آسيا أول يوم عقب ثاني يوم بدينا بطولة البحرين عقب كملنا ويتك الإصابة أظن تدفع. صح كلامك يتك الإصابة آخر يوم صح. أتذكر يوم ردينا من البحرين أنا كنت جاي من دكار وما كنت جاهز وأنا كنت موقع توني الكوازاكي وبعدني يا أخي أتعلم على الدراجة فتفاجأت ما شاء الله بمستواك وعرفت إن الله حق لازم أرجع أشتغل لك يعني. حبيبي حبيبي أنت ما ترضى بعد تجي البحرين وتطلع ثاني لازم أول متعود. حبيبي والله كابتن ساعات الواحد لياقة بس يكون شوي في البوزيشن ماله غلط كابتن فهي تأثر فيه في اللياقة. صح. يعني اللياقه تحصله مثلا توب بس صح. ما قاعد يسوق فيتعب. صح. مثلا يعني انا تعلمت مثلا البوزيشن متى تقعد في اللفه متى توقف. صح. تاخر انت شوي توقف مثلا قبل لفه قبل البنك البام فيصير البوزيشن مالك غلط بتلوز يعني بتتعب زياده يعني بتخسر طاقه اسرع غير اذا كان توقيتك صح متى توقف متى تقعد هذا يعطيك سرعه زياده وراحه ازيد. فهاي الأشياء تعلمتها شوي أزيد تريح في الجام عندك في هالأمور يعني ما تكون تنشن يعني شوي شوي قمت أتعلم أشياء جديدة فهاي اللي ساعدني إن بعد أوصل هاي المستوى. أنا ما قلت لك كابتن لأنه يعني أنت ما شاء الله تعلمت على أساسيات صح من ستارت مالك من بداياتك من أول يوم شفناك في بارسا أتذكر كان البوزيشن مالك صح حتى احنا يعني نشوف شيء غريب يعني احنا سياقتنا غير عن سياقتك البو مالك فوق كنت كله واقف احنا لا يعني بعضنا البو تحت يعني ما ندري شنو الصح في الموضوع يعني ما في احد علمنا ولا اجانب ما حد علمنا فهي شيء قاعد نكتشفه شوي شوي ثم ما شاء الله يعني ابتديتوا صح فمن بداياتكم شفناكم بالطريقه الصح وقعدتوا تتطورون بعد زيادة زيادة وكل سنة قاعدين نشوفكم تتطورون أزيد يعني بالنسبة حق اللي هو سياقتكم القبلية وايد فرق عن الحين يعني أنا سكت معاك وعرف شلون في اللفات سرعتك في اللفات ما شاء الله وايد زادت يعني إذا أتي للكابتن كنا نحسب لك ألف حساب يعني بس حقنا ننافسك صراحة وإن الشرف صراحة إن النافس اللي هو بطل الخليج وعميد الخليج بدونك سباق البحرين يعني حتى لو بتفوز تاخذ الاول الصراحه يعني بلوشي مو في السباق مو حلو السباق سباق البحرين خلاص مو بشيء حتى الجمهور يسيلون يعني بلوشي بي يعني خلاص تعودنا عليك من بداياتك من بارسار الى اليوم يعني تعودنا ان نشوفك في السباق يعني وجودك في السباق له طعم انت والشباب حبيبي ما عليك ذود حبيبي عشان انت ترى حتى الاختلاف اللي بالمستوى اللي الملحوظ ترى انا كنت اتابع حتى بالانستغرام لما كان يحط فيديوهات بالتمرين التمرين ماله كان باستمرار قبل البطوله يعني حتى الايام اللي كنت انا اروح الامارات وحسن كان كل يوم يتمرن يعني مبين يعني على المستوى شلون فرق ما شاء الله كان يسوق دراجه وايد فحتى لما كنا نروح البحرين كنا نشوف الستايل هم تغير صح هذا كنا نشوفه قدامنا. حبيبي كابتن حبيبي والله يا ابو طالب منكم والله نستفيد بالعكس هاي ما يعني يعمل عبارة ممارسة ومشينا وياكم وتعلمنا من سياقتكم فهاي الشيء اللي وصلنا لهالمستوى واستانت أسابق وياكم يا أبو طالب وانت كآخر سباق بعد صراحة يعني في الكويت شفتك آخر سباق
يعني الصراحة أبدعت، مو أنت أبو طالب بالتو 50 ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، عيني عليك برضه الصراحة، سكت سكت سواقة الصراحة ولا أروع حبيبي يا بعد. ياكتك كانت بس ما أدري وين السياقة تروح، ساعات ما ما سابق كذي، وساعات ما أدري ما شنو طاق قبل السباق، طاق لك شيء قبل السباق ما أدري يعني. يعني مو هو بطالب السباق اللي قبله، فرق 180 درجة، وين بطالب مختفي شو مسوي؟ طاق له شيء، في سر لازم نطيح على السر مال بطالب. صج ما شاء الله عليه فرق يعني 180 درجة آخر سباق، فاجأتنا الصراحة، بطل يا أبو طالب. حبيبي يا أبو علي ما قصرت، ما عليك زود. حبيبي الله يسلمك يا أبو طالب. أبو طالب وحسن، إذا تتفقون وياي أن أي رايدر أي متسابق إن كان سريع في حلبة البحرين بيكون سريع في كل الحلبات. صح كلام كابتن، أنا أتفق إياك. أنا أتفق معاك إن صج الحلبة، الحلبة البحرين لأنها ساند، لأنها رملة، فتوقع يعني اللي يسوق بالرملة يجيد سواقة الرملة صح، أتوقع إنه يقدر يسوق بأي أرضية أو أي حلبة بالعالم ويتقنها بعد، لأن صج حلبة البحرين كلها ساند، التيك أوف ساند، اللاندينج ساند، يعني تعلمت أنا السرعة والتكنيك الصح في حلبة البحرين. حسن نفس الرأي؟ نفس الرأي، اتفق يا كابتن، لأن نفس ما قال بطالب ساند، وكل طبعا كل ما تكون تلف فيها كل لفة عن لفة تغير الحلبة سريع، واللفات مالها صعبة مو نفس الهارد طبعا، فاللي بيسوق طبعا في هاي الحلبة بيسوق في كل الحلبات، حتى كان ريان كان تذكره ريان كان يقول لنا، كان يقول لنا اللي يسوق في هاي الحلبة عندك كل حلبة يسوق سهلة صح، أي حلبة حتى... لأنه بيسوق في هارد سهلة طبعا، الدراجة حتى... بتكون فوق ما بتكون تحت غايصة، ف أسهل من إذا الدراجة بتكون غايصة في توايرها في الرمل طبعا. أتفق حتى ياك. المتسابقين المبتدئين اللي يسوقون موتو كروس دائما من يجون البحرين يتسابقون يتطورون، لأن بالنسبة لهم هذا وايد شيء صعب صح. وحتى وإحنا بعد يعني أول ما بلشنا نسابق في البحرين لأنها ساند، يعني حتى التيك أوف كان شيء رهيب إن تشوف التيك أوف لاينات، فهذا حد ذاته وايد صعب اذا انت ادغنته يعني. صح كلامك، صح كلامك، شيء صعب يعني، بس الحمد لله مع السنين ومع السباقات والاحتكاك مع المتسابقين الواحد يتعلم. هذا كلامك تعال ابو علي. شاركت بطولات في البطولات العربيه او شرق الاوسط اللي كانت في السعوديه؟ في السعوديه ما سابقت ولا مره كابتن، سابقت عندكم اتذكر في الامارات البطوله العربيه اللي في اخر نسخه البطوله العربيه، اي اتذكر طلعت لنا الثالث اتوقع فيها 250 كانت سنه 13 تقريبا اتذكر، هاي الوحيده اللي سابقت فيها العربيه في 2013 كانت صح. صح صح كلامك. وعبد الله انت كنت مشارك؟ اي انا كنت مشارك في البطوله العربيه هذه اللي كانت في الامارات دي ام اكس، وطلعت المركز الثاني في الام اكس 2. كان سباق ممتع والله، المنافسه يعني كانت قويه، والشباب كانوا كلهم مشاركين، يعني في بعضهم الحين يعني بطلوا الرياضه واعتزلوا، فكان سباق وايد حلو. صح زين. حسن اكبر جمب او يعني في حلبة كنت تسير تتدرب او شيء تشوف الجمب تصرط ريجك، يعني مثلا يخوفك الجمب وين؟ يعني الكويت، حلبة الكويت طبعا النادي اللي هو الرياضة حلبة اللي هو الرياضة مالت في الكويت اللي هو كي ام تي، الحلبة الجديدة كي ام تي هذه من يعني من ارفع الجمبات شفتها، وعندك قطر بعد اي صح قطر كانت
رفيع، او طبعا الرمله مالتها يعني كانت صعبه، يعني كنت اذا ما تدش اللي هو اللفه صح اللاين صح ما تقدر تخلص الجمب، فهاي كنت اشوفه وكانوا واقفين يعني. وذاك الوقت بعد ما كان عندي يعني اللي هو الخبره بعد نفس الحين، طبعا اتوقع لو في هالوقت يعني خبرتي شوي ازيد من ذاك الوقت، ذاك الوقت كان خبرتي شوي يعني. ما شاء الله ترى البحرين معروفين بالجرأة. حارين انتحارين. الله يذكره ناصر السادة، يعني اتذكر اذا اي جامب جديد كنا نسويه اي جامب كان هو اول واحد، هو الانتحاري مالنا، ما يعني ما يفتكر ما يخاف، بس مره مرتين يطالع شلون القياس عنده ما تدري يطقه عقب احنا نيجي من وراه يعني. كان هو اجرأ واحد فينا يعني الصراحه في البحرينيين طبعا. ناصر السادة اتذكر دليل على كلامك يعني يوم تقول الحين المستوى، بعطيك مقارنه. شوف الحين اكيد حلبة البحرين اختلفت يعني من كحجم، وهذا الجنبات اتكلم عن الجنبات، بس جنب واحد نفس القياس بالضبط لين اليوم، نفس القياس اللي هو الدبل، اللي هو يوم بالطريقه الجديده بالحطه هاي اللفه من سنتين اللي نسابق عليها التي يسار ويكون الدبل فويل، هذا تقريبا نفس القياس ما تغير صح. إيه تذكرون اول سنه كان يسوي بث الرعد في الشباب. اوف اوف المقصوص هذا اللي يشقها خلاص. يعني خلص الحلوه كله خوفنا من هاي من هاي من هاي السكشن المقصوص. طبعا قصه صواد ومايد يعني. بس لا ترى شيء وايد حوادث صارت فيه صراحه. بس يعني اللي اقصده اول ايام او اول موسمين وحين عادي استوى خلاص تي تضربه خلاص. صح ولا لا؟ صح كلامك، الحين صار ايزي بس في البدايه كان وايد صعب. وكان بعد عقب السكشن هاي كابتن كنت انت مسوي طبعا اللف يسار كان جام بدون لاندينج صح؟ ايه اليمين ايه دبل ايه دبل تك دبل تف يسار كان إيه. سكي جام سكي جام كان سكي جام على اساس ان المكان كان فيه شيء طلوع ونزول، فانا حطيت سكي جام فاللي بيحوم بيستي مثل الدبل بس ايه بس تنزل كان فلات تذكر إيه. صح ايه كان حلو بعد بس غيروه عقب سويناه. ايه حلو حلو التغيير زين في المود كروس زين. اذكر الدبل 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 على طار الدبل لا هذا ما راح انساه. الدبل كان من كثر ما هو صعب اذا احد ما حام الدبل وانت جاي بتحوم هذه مصيبه. صح جنا 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 على روحه على الثين يا تشقح يا تموت. ايه اذا واحد وراك ايه صح كان صدق من اخطر سكشن كان عندنا هو دي صح على البحرين. وكانوا الجامبات كابتن بعد ذاك الوقت شوي ارفع صح؟ صح اي ارفع واطول. التيك اوف التيك اوف كان شوي واقف ازيد صح. اول ما سويتها بس الحلبه دائما يعني المينتننس بين سباق وسباق وتطاير الرمل من الجامب يغير الارتفاعات هاي كلها يعني، والمينتننس صح تعب من شخص الى ثاني يعني عدل كلامك صح تغير. بس الحلو في البحرين من بعد البراكتس كأرضية هي واحدة يعني خلاص حفر بامس تعب مشقة فيها مشقة وايد وايد متعبة حلبة البحرين ايه. وايد متعبة يعني أزيد من غيرها أتوقع والله. شد شو رأيكم أنتوا ايه أشوفها متعبة أزيد من غيرها الحلبة يعني ما في حلبة بالخليج بالكورنر في كذا لاين تقدر تفتح فيها إن أوت حلوة الرملة حلوة. أذكر لاينات إنكس جي بي أذكر يبتا جانب اللي هو شون جوجين سام أنت ذكرت راين براك الجسم ياب جيك والله ما أتذكر شو اسمه الثاني صح. يعني إلا جانب اللي ياو كلهم بالإجماع قالوا حلبة وايد صعبة لأن تعرف شو صعوبتها في رملتها فهم؟ والمنافسة تكون فيها دائما يعني ما في سباق ممل
يعني البطل يعني مثلا اللي يفوز لهذا يكون شارد عنهم ويتم، لا في منافسه لين اخر لفه لين الشكر بلاك. حتى لو ما يكون فيها جنب يعني، حتى لو ما يكون فيها ولا جنب الحلبة ممتعه والسب الارضيه صح. عدل حسن من ساعه انا طريت لك اسامي اللي هم ثلاثه الله يرحمه يوسف كريمي عبد الله جودر ناصر الساده، الحين انت يعني من اخر اربع خمس سنوات وبالذات اخر ثلاث سنوات انت اللي هو البطل والمنافس الرئيسي، اللي يعني مثلا يوم واحد يقول منافسين بحرين انت يعني حبيبك يعني ليش ما في يعني ايامهم كنتوا انتوا الاربعه انت كنت رابعهم الحين انت وما في حد ليش يعني انت بس اللي موجود في المنافسه وين الباقيين الشباب؟ والله يا كابتن نفس ما قلت من ذاك الوقت لهالوقت يعني ما تشوف واحد يعني عنده الاصرار يعني والتحدي يعني ويخلي كل وقته. طبعا بعد هاي مو كل شيء يعني ساعات هاي نفس ما يقولون يعني ساعات من الشخص نفسه يعني هذه يتمرن نفس الشخص الثاني نفس المتسابق الثاني بس المتسابق هاي تشوفه متطور ازيد من الثاني. فهاي الاشخاص اللي عديتهم انت يعني من ذاك الوقت ليه اليوم يو يعني متسابقين وايد يو وجوه جديدة في الرياضة يعني في البحرين بس ما وصلوا يعني صراحة للمستوى يعني يعني يكونون في الفئة اللي تحت فئة اللي هو الكلاب. أنا مخاطر إن أشوف بحريني، بالعكس أتمنى إن أشوف بحريني سريع وياي، وأتمنى إن هذيل المتسابقين كانوا يرجعون ويانا يعني عرفت يعني نفس الأبطال كنت أتمرن يا ناصر ويا يوسف الله يرحمه وعبد الله. بالعكس انت اذا حصلت نفس المستوى مالك او افضل منك او على الاقل نفس المستويات انت هني قاعد بتوصل مستوى ازيد لانك انت قاعد تمرن يا ناس بس مستواك واحسن. ف في الحال اللي انا فيه قاعد اتمرن بروحي يعني اذا في الحلبة يعني كنا قاعد اتمرن بروحي حالاتك ان تكون يا منافس واكون سريع يعني طبعا اشوف روحي سريع بس وقت السباق لان انتو تيون يعني من برا وهاي هني لا هني احس روحي وين يعني ان ابي لي بعد شوي بعد اطور من روحي زياده. فهاي الشيء كان يكسرني يعني تشوفون انتوا تمرنون ما شاء الله انت بطالب سلطان يعني الصبيان هذه على الاقل عندكم جروب يعني قوي عندكم متسابقين زياده عندكم في الامارات صح. في البحرين لا قله يعني اللي استفدت منه صراحه بعد ريان اخر فتره يا هو سنتين ومشيت وياه يعني قمت اتعلم يعني علمني اشياء بسيطه بس انه اتمرن وياه اهم شيء يعني فهاي استفدت بعد من النشاط. فهاي الرياضه يعني تحتاج انك تمرن على الاقل واحد نفس المستوى. يعني اليوم مثلا الكويت فيها باردين خمس سته حلو صح او يعني قبل يتركون الشباب بعد يعني ابتعاد بعد مشاري بشيبة اعتزال معاد الأنصاري بس يعني في أسامي كلها بارزة مثل ما طريتكم أنتوا أربعة بالضبط ايه. أنت الكويت ما شاء الله أنت اللي حين تعاني بالضبط اللي أنا كنت أعاني كنت أكون روحي بس لله الحمد الحين عيال بن خصيف عبد الله وأحمد ما شاء الله برزوا فأصبحنا ثلاثة وبالإضافة إلى علي عاشور والشباب شو شو ياس يرجعون ففي صح في عندكم وجود صح لا بس العكس هاي 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 الرياضه عندكم تطلع بعد احسن زياده غير اذا في متسابق ولا متسابقين ان مثلا الصراع يختلف اذا مثلا كذا متسابق هاي تطلع الرياضه عندكم وفي الخليج عامه كامل بس ما شاء الله في الكويت الحين بعد نفس ما تكرمت في متسابقين وايد يعني طلعوا تتوقع جديده تتوقع فئه الكلب من هو له سبب لان الشباب مثلا مو بطايعة تطلع من هاي البطولة لأن أيامنا نحن ما في كلب من يعني فئة واحدة وما فإجباري المبزين يشتغل على نفسه عشان يكون معاهم يعني ينافس صح صح كلام ما كان في هذه الفئة موجودة أنا أتوقع يعني رأيي إن فئة حتى بالكويت بعد هم الكلب من يعني ما شاء الله كل سنة عن سنة يزيدون يعني أتوقع الرياضة بخير يعني لحد الحين بخير ان شاء الله مع الايام تطلع
يطلعون أبطال يطلعون صغار، فأتوقع نفس الشيء بالبحرين. أتوقع لو يرتبون اللي قايمين على الرياضة إن فئات الكلب من يسوون لها وقت، مثلاً الواحد يعني الشخص اللي جاي توه مبتدأ يكون فيها سنة إلى سنتين، يحطون له سقف مثلاً وعقب إجباري ينتقل إلى فئات الرئيسية يا MX1 يا MX2، لأن إنك تتم فترة طويلة في الكلب من تضر نفسك أول شيء، ثاني صح ما تطور الرياضة، يعني الرقم ما يزيد في بلادك بالضبط. يعني إذا أنت بحريني أو إماراتي أو كويتي واسمك في النهاية كلاب مان، يعني فئة كلاب مان فئة اللي هو مبتدئين كبار، فهاي الفئة يعني مو طعم الفوز في يعني صح. في MX1 MX2 فرق سماء وأرض عن كلاب مان طبعا، فالمفتاح يعني كمتسابق جديد مو مشكلة لو تميت سنة والله سنتين خلاص تفتروحك تطورت مثلا ومستواك زين خلاص تطلع من هاي الفئة تش فئة اللي هو MX2، مو بشرط انك تفوز، بالعكس بتتعلم اشياء جديدة بتستفيد منهم من خبراتهم بتمشي وراهم بتوصل بعد مستوى، بس انك تتم على نفس الفئة وتواصل على نفس الفئة يعني اشوفها يعني طعم الفوز مو يعني على ناس مثلا متسابقين يدد ومبتدئين، غير انك انت حتى لو ما طلعت فوليوم بس اكو مستواك يشوفونك والله سواك زين، مو بشرط انه فوليوم يعني مو بشرط، حتى احنا يعني ساعات عند السباقات ما نخلص فوليوم نطلع رابع خامس بس على الاقل سكت ويا ابطال صح. هذه الفئه اللي عندنا اقوى فيها يعني في الخليج، فانت لك الفخر انك تنافس وياهم صح. حتى لو ما فزت طبعا بو علي صح كلامك، المفترض يعني ان الفئه مثلا الاقوياء مثلا في الفئه تكلاتنا مثلا الاول ثلاثه او الاول خمسه منهم هم من نفسهم يعني انه يطلعون يروحون اللي هو فئه MX2 ويعطون مجال اللي هو المتسابقين والوجوه الجديدة، لأن حتى اليدد بعد بعض الناس في ناس يبدي الشوم بس يقول لك لا والله هذه القدامة وهذه الماضي مفوت ما يعني يمكن يتنازلون شوي وما يجون السباق، بس إذا شافوا وكلاء كلهم مبتدئين وكلهم نفس المستويات يمكن يزيد العدد هناك عندهم وهم يزيد صح. العدد عندنا بعد في فئتنا. أذكر يوم الشباب كان يأيني عبد الله الشاطي كان عندنا كلب من يوم يوم يتدربون عندي ما دخلتهم كلب مان على طول حطيتهم MX2، لأن إذا تدش في صلب المنافسة أو تدش الفئة الرئيسية هاي تختصر لنفسك وقت أنك تطور لنفسك، يعني كلامك عبد الله تطور بسرعة لأنه صدق دش على طول MX2 MX2 ما أذكر دشيت في الإمارات يوم يتني تتدرب صح. مهم جدا يا شباب المتسابقين بالذات اللي يتابعونا وبالذات ربعي اخواني صغار اللي في الكلب من، هاي نصيحه يعني اختصر على نفسك الاداء اللي بتكسبه من الفئتين يا MX1 يا MX2، لا تطولون يا اخوان في الكلب من اكثر من سنه، يعني سنتين اوريدي حد اقصى هذا بزياده، يعني انا بالنسبه لي مثلا عشان بس يعني تاخذ بطوله مثلا اوكي سنه جرب حظك في كلب من بس من بعدها اطلع، سلطان البلوشي خليته سنه واحده بس سنه واحده بس كلب من ومن بعدها على طول MX1 او MX2 دش صح سنه واحده خليته عرفت، لأن في ناس كابتن مبتدئين يعني ما يبون يخسرون، في ناس تبدش على طول تفوز، فهذه الفكرة، في ناس ما تعرف المعنى هذا إنه لازم أخسر أول أيام أول سنة سنتين ثلاث سنين عشان الواحد يتطور. والله نتمنى يعني هاي رسالتنا توصل للشباب، هذا يعني من باب الحب والمودة والاحترام ونصيحة يعني فقط حقنا وحق نفسه بعد صح اي نعم صح. اكيد اكيد بو علي اصعب موقف في السباق مريت فيه اذا يحضر لك شيء اصعب موقف سباق ان كان في سباق او تجهيزك للسباق انا اتوقع في بطولات قطر
لأنها كانت وايد صعبة، وموتو كروس كان جمب كبير والأرضية كانت طين، فهذا أصعب شيء أتوقع حاش بالي. لأن كان أصعب سباق وشعور يعني صادفته يعني، وما توفقت فيه اللي هو في قطر اللي هو بس السباق الـ MX GP. أي. طبقت أيام كان حلمي. في المعمعة هاي كان حلم لي إني أبي أسابق، طبعًا يقولون لي تسابق، طبعًا أنا لا بنافس الأخير طبعًا، بس حلمي كان إني أدش أسابق أيام وأخلص السباق، ما عندي مشكلة إنه يأخذون علي 4-5 لفات، بس كان خاطر إني أدش يا أبطال وإني أكمل أيام السباق. فهذه كانت يعني أصعب شيء طبعًا، دقات القلب مليون، أدش يا أبطال عالميين، يعني كل شيء كان كل شيء في اللي مو متوقعة يعني. يعني دراجاتهم غير، ما تقدر تسوي الأشياء اللي أنت لا هم يسوونه في دراجتك. صح. طبعاً التسجيل كان غير، كل شيء غير في هاي الأمور يعني كلها كانت غير. يوم دشيت إياهم طبعاً مرتبك طبعاً، لأن يعني متسابقين يعني محترفين. فيوم دشيت شوي أول لفة كنت خايف، ثاني لفة شوي لا خذيت على الوضع، كنت أسوق إياهم. كان شعور صراحة يعني شعور خيال، يعني تشوف جيفري تشوف توني كيرولي يعني طايفين عليك وطاق يوم الجام، شيء شعور يعني كان خيال. وكنت شوي شوي يعني كنت أخذ على الأوضاع، وكنت أيود لاين مالي خلاص تأقلمت، بس قدر الله وما شاء فعل في البراكتس الثاني طبعا، ما وصلت حتى للكواليفاين طبعا. البراكتس الثاني كنت أوكي، كنت أخلص الجامبات وأوكي ميود لايني في اللفة اللي قبل قبل الستارت، وهي الستارت لفة الستارت هذه هذه كان فيها اوريدي هي مشكلة، كانوا المتسابقين نفسهم يعني الأبطال العالميين بالسبانش المالهم كانوا إذا يدشون هاي الريت يعني تشوفه مفتر عليهم وطالع لك اللفة من ورا، يعني في شيء في هاي في الريت نفسه يعني كذا كذا متسابق صادته هاي السالفة. وأنا طبعا السبانش المالي بعد أصلي وكاوازاكي وانا ريشة عليه ولا مضبط لا وزني عليها ولا شيء، طبعا دراجة ستوك الى دراجاتهم، دشيت نفس الريت اللي دشونه، مجرد عطيتهم افترت علي يمين يسار ما ادري شلون طحت بقوم ما عندي مشكلة، طحت لله تشوف ريلي يعني صادني كسر بعد عنكم الشر فيه اصابة حشتني بس وطلعت من السباق. والله كان يعني ليه يوم كان مو متحسف ان شارك، بالعكس ليه انا اتذكر اليوم اللي أنا سكت إياهم، يعني كان شعور يعني خيال إنك تسوق يا أبطال عالمي. أكيد هي شعور حلو إنك تشارك معهم، وإن شاء الله ترجع لنا الفرصة إن شاء الله ونعد أزل، بالعكس نرد نسابق إياهم، يعني الإرادة والجرأة لحين موجودة، بس ننتظر المكان يعني لو وصل مثلا في الكويت في حلبتكم وإن شاء الله نشارك ما عندنا مشكلة، حتى لو نطلع مركز يعني ما إن شاء الله الأخير. بس أهم شيء إن نشارك إياهم، هذه أصعب سباق كان عندي يعني. حلو. أبو علي تهتم في موضوع الدايت ولا مالك فيه؟ والله أهتم قبل البطولات طبعًا، أهتم يعني بزيارة طبعًا السكر، أبتعد عنه السكريات، يعني وجبات كلها صحية، مو بالمئة في المئة، نقول 80-75% يعني محافظ، خصوصًا قبل البطولة هذه أحافظ عدل يعني. وزنك في الموسم 64-63 خليها 65 ما يطوف 65 هاي وزن. اوف سيزن كم تقريبا؟ يمكن 78. ما شاء الله يعني فارق شرط بطالب يعني ان تنقذ 10 كيلو يعني تزيد بين انا لا سيزن والاوف سيزن 68 استغفر الله 68 عند زيد مال 3-4 كيلو بس. اوكي هاي مقدور عليه. لا انا شيء انا جسمي مقابليه شوي للمتين. اوكي الحمد لله. لان الوزن يلعب دور كبير على الدراجه يا اخوان. ترى صدق حتى انا ملاحظ احس انه ردين ترى بالدراجه يعني يكون وايد خفيف عليها، والفورتي ما شاء الله تمشي، كان ما في وزن على الدراجة، ما في وزن نهائيا يعني 75. شوف عبد الله هو فاجأنا العام ايه
وشوف هو فاز، هو ما صادف الحظ انه يفوز في البطولة سبت الخلع طاح في البراكتس، بس الله حق يعني مفروض هو يفوز البطولة. صح. وانا يا مياي بعد ما يعني مستبعد اني يعني قلت خلاص البطولة راحت لحسن، هاي من البطولات اللي حالف في يعني خذيتها بالحظ يعني تشانس كبير. كان اجهز هاي السنة حق عبد الله، حق ابو عبد الله، كان اسير وزني واحد اسير وزني 71 ما شاء الله. السنة اللي طافت يعني فكرت قلت اوكي هو تطور زين، انا شو شو السالفة؟ اوكي دراجة جديدة بس انا ما بدي لنفسي اعذار. فتشيك كان وزني اظن كنت فت، انا دومي الحمد لله تنفت، فكان وزني اظن 75 74 كان انزل اكثر بعد لين 71. فالسنة فرق، السنة فرق. ها ما شاء الله ما شاء الله عليك هالموسم صراحة ماشي صراحة ولا أروع صراحة، أداء صراحة جبار أزيد من السنة اللي راحت. حتى أنا تفاجأت فيك يعني عشان شي سألتك كم وزنك، لأن أنا يلست أنا من طبعي إني أحب يعني إذا في مشكلة أو في عائق يعني أقول زين شو الأسباب. أوكي الريال تطور بس أنا شو سالفتي، فحطيت هالأسباب وشفت هذا الشيء الوحيد فارق الوزن. لأن قبل صح. يوم قبل ثلاث مواسم يوم تاخذ انت ستار اقدر اجيك بحكم لياقتي مثلا، بس انت صح. طورت الاثنين اللياقه والسرعه. اي صح كلامك. شو بقى الفرق؟ بقى الوزن لأن ما تصيده في الستار. هي رفض خفيف درجه ما عليها وزن. ما عليها وزن. انا شفت قبل ثلاث ايام او اسبوع شفت السباق مصوره سلمان مسلم فشفت السباق انا ما كنت شارك كنت مصاب فشفت السباق صدق كنت محمد يعني مسيطر من البدايه للنهايه خلال يوم عدل لا صراحه اخذها يعني بجداره يعني انا ما توقعت ان اداء الكابتن تطور وايد عن السنه اللي راحت فاجئني صراحه برشر يعني حتى لو كنت اطلع قدامه بس ما يخليني اروح بس وراي كان صراحه منافسه قويه صراحه بينه وبينه يعني ليه الفنش كنا مع بعض صح كابتن صح ليه الفنش كانت اتذكر عبد الله حسن جاوزني كان ارجع جاوزه كان يرجع جاوزني بعد الدبل وتمينا وضغط اذا انا قدام هو تام يضغط علي واذا هو قدام تنضغط عليه فهالحلو في السباق طبعا الكابتن اذا يطلع قدامك صعب 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 حتى لو توصل له ما شاء الله عليه خلاص يسكر ما تقدر يعني مو بالسهوله انك انت تقول بجرب وبطوفه لا متسابق عنيد يعني وصعب صراحه بس باق بيننا دوما نظيف يعني ما اي لا نظيف ما مو شغله جانب لا الحمد لله لا شغله يعني بالطوف اوكي انت في لاينك وانا في لايني بالضبط يعني منافسه شريفه كانت بينه وبينك صراحه الحلبة حسن الحلبة بتتم ولا راح لان اتذكر اخر مره يمكننا ناكي شهر واحد اللي سمعنا انه خلاص الحلبة راح تروح هل هالشيء اكيد ولا الحين مع التغييرات احتمال تتم والله الخبر اكيد كابتن اي والله ما توقعنا السنه هذه انه في بتكون سباقات لانه خلاص حاطوها كامل وبيكون فيها مشروع بيصير معرض بيكون فيها ونادي مال كره قدم فاتوقع خلاص فكلمت عيسى بعد عيسى يعني بيقوم بالواجب إن شاء الله يشوف لنا حلبة ثانية أو مكان ثاني مجاورة لها إن شاء الله إن شاء الله يسوون لنا حلبة يعني بس أتوقع السنة الجاية ما عندنا اللي هو سباقات خلاص بيشيلون هالحلبة أنا سمعت إن داخل فورمولا 1 راح يسوون حلبة يعني ولا كلام خاطئ والله هو الفكرة هي كانت قبل ما تستوي الحلبة نسمع إنه بتكون داخل بس صارت برا الحين احنا ما في شيء صعب يعني لو تكلموا يعني مثلا النادي عيسى والله ما في شيء يعني صعب عليهم يقدرون يسوونها داخل بس ما في شيء يعني رسمي والله ان كلام انه بيسوون حلبة لحد الان ما في شيء
فاحنا قاعدين كذي حاليا يعني ما عندنا حل في الخليج الوحيدين الحين ما عندنا. والله راح نقعدها عيسى العوضي. عيسى العوضي ان شاء الله ما بيقصر ان شاء الله. نوجه له تحيه. عيسى العوضي دومه من محبين هاي الرياضه ودائما يطمح للاحسن للشباب ودائما يعني يشتغل. هو مثابر بعد مثابر صح سنين كلها هاي ترى كل اللود. لو مو بعيسى كان ما في رياضه كان ما في حلبة عندنا صح. كان ما في عندنا حلبة الفورمولا وهو تحرك على الموضوع بالعكس طلعها ونظم سباقات كم سنة الحين متواصلة من بعد بارسا وإن شاء الله بعد يكمل ليان المشوار وإن شاء الله بيسوون لنا حلبة بعد إن شاء الله. وما بيقصره إن شاء الله بس الأوضاع الحين عندنا شوي لما تخف هالأوضاع بيقدر يتكلم يعني ويفتح المواضيع حق الحلبات إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله 2021 إن شاء الله. أصعب إصابة حسن أصعب إصابة كسر كان في في الكاحل. وين في السباق ولا براكتس؟ في السباق. أي سباق خبرنا عنه؟ يعني تقريبا نفس المستوى اللي هو الامكس جي بي كان. هذه كان صادني اللي هو كسر المضاعف. هذه أخس شيء يعني والبقايا صادني اللي هو في حلبة البحرين فورمولا. بعد نفس المكان اللي هو الكسر. كم ميلست تقريبا يعني ماسك قصدك حلبة ولا الكابلين يعني. ما تعرف ليه ما رديت شوف الحلقة كانت تذكر السباق اللي سبقته ويا كابتن كان فيني ريلي الحديد حتى انت قلت لي اوكي بس حاسب انك لا تطيح لا هاي هذه تقريبا في 8 شهور وسابقت كان بريلي الحديد 8 إلى 7 شهور كان كسر مضاعف فيني نقول 8 شهور تقريبا ما كملت سنة أتذكر فكنت داش كذي مو داش حق منافسة بس مشيت زين كان تذكر ايه صح. كنت انت وسلطان ياي يعني. تذكر هذه الإصابة يعني وهاي الفترة اللي وقفتها يعني يعني أنا ما أقدر أشوف ريس ببحرين وعندي سيكل الدراجة ما شارك مستحيل ما أقدر ما شارك يعني يمكن برا اوكي اقول تقدر باي بس في البحرين بشيل الموتورسيكل وبخليها في الحلبه يعني ما في شيء يوقفني لا لياقه ولا شيء ادش حتى لو كنت اخر واحد بس ما اقدر اطالع السباق جمهور ما اقدر اكون ابو علي انت حاشتك وايد اصابات يعني في بالكويت كنت تي وكانت في عندك اصابات وبالبحرين نفس الشيء فصعبه الاصابات يعني حتى ردتها شوي صعبه وايد وايد اصابات صارتني بطالب بس هاي اخس يعني اصابتين هذه صادوني بس كسور وايد صادني فيها يعني بس مضاعفين 2 فقط وخفص في الكتف صادني هذا العادي هاي كلنا شيء ايه الظهر بعد شوي يعني مو رايدر موتو كروس لازم بتحصل فيها هالمصايب والله هي ترى الحمد لله احنا قاعدين ونمشي ونقدر نمارس رياضه بعد هاي الحمد لله بعد احسن من غيرنا يعني الحمد لله شوف الرياضات كلها معرضه للاصابه ومدام في احتكاك في منافسه في جهد اكيد يعني معرض للاصابه يعني ما في رياضه مو معرضه للاصابه بالضبط وهاي الرياضه يعني مهما يعني انت حصلت اصابات فيها يا اخي اللي متعلق فيها ويحب الرياضه صدق من قلب ما يقدر يهد أكيد. يعني اللي هدها اللعبه انا اقول هاي ما شاء الله يعني هنيئا له صراحه قدر انه يهدها يعني الابطال يعني اللي هدوها لأنه صعب إنك توصل مستوى ورياضة حلوة يعني ممتعة يعني جربنا كل الرياضات قدم كل السيارات بس رياضة الموتوكروس الرياضة يعني ورياضة بمعنى الكلمة يعني طبعا بس اللي ما يعني مو مثقف فيها وما يعرف اللي هو رياضة الموتوكروس يقول أنها رياضة هاي ما يبي لها يعني يشوفونا نطلع جري نادي تمرن 3 مرات في اليوم يقول لك ليش يعني يحتاج لها لياقة هالقد لأنه ما جرب وحتى المتسائل اللي يسوقون دراجات بعد نفسهم بعد ما يعرفون اللي ندشوا داخل الحلبة وحاشهم البم ويمشون ويطيحون ويشردون من يومها صح تشوفه في الشارع ما يحتاج ويلات وما شاء الله يسوقون بس من يجون الحلبة يشوفون شلون الصعوبة اسبوع اسبوعين تشوفه يمشي لأنها مو بالسهولة يعني طبعا أن تكون متسابق وتنافس صعبة رياضة صعبة وتحتاج جهد يعني كبير انك توصل نفس المستويات اللي وصلتوها يعني شيء مو بالساهل يعني شيء واحد عاد طول حياته يعني استغنى عن يعني وقته
تضحيات وايد فيه. تضحيات وايد سرته يعني ما يعني الأهل أنا ما يشوفوني أوقات يعني شغل تمرين رقاد ما يشوفوني. فوايد تضحيات يعني إنك تضحي حق إنك توصل هالمستوى يعني مو شيء سهل. أكيد. طبعًا أكيد. في كل الحالات صعوبات في يعني يبي لك دعم يبي لك وقت يبي لك تفريغ تسمونه تفرح حق الرياضة. فرياضة جدًا صعبة يعني. وانتوا ما شاء الله يعني انا شفت ماريني اللي قاعد اتمرنها يعني والاعداد اللي قاعد اعده بس انا اشوف اعداداتكم بعد اللي قاعدين تعدونها اقول مو ما شاء الله بعدهم يعدون ازيد مني يعني الشيء الاشياء اللي قاعد اقوم قاعد اطالعكم اتابعكم اقول ما شاء الله يعني الرياضات والجهد اللي قاعدين تبذلونه ازيد يعني انا ممكن اتمرن مرتين مثلا او ثلاث مرات انت اشوفكم مثلا طول الاسبوع ساعات تريحوا اليوم جري نادي يعني اتابعكم اقول كفو عليكم يعني انتم خليتوا مثلا وقتكم يعني استغنيتوا يعني عن الوقت لعيالكم يا اهاليكم وكله خليتوه في رياضه اللي هو الموتوكروس طبعا حبكم حق الرياضه وان ترفعون على علم ديرتكم في النهايه اكيد والله يوفقكم يعني وكل ما تشوف الكابتن يعني هاي يعني الصراحه الكابتن قدوتي يعني. انا يعني اقول انا صرت عود في السن الحين لا شوف الكابتن اكبر مني 3-4 سنوات ما شاء الله وكل سنة يجي ما قاعد ينزل يا يعني نفس مستوى يا أزيد يعني ما شفنا إن الكابتن نزل مستوى يعني كل سنة قاعد يعطي وليحين قاعد يعطي فالرياضة ما لها عمر يعني إرادة وتضحية بتوصل كل ما تتعب تحصل نتيجة أكيد بالضبط يعني إحنا قدوتنا ونشوف دائما نشوف يعني الصراحة الكابتن يعني حبيبي ما عليك من الأوائل الناس اللي عرفتهم يسوقون موتوكروس وليه حين يعني أجيال يت وراحت دشت وصارت أبطال وهدت في الرياضة والكابتن من بداية ما شاء الله عين على بارده وليه حين مواصل إن شاء الله نشوفه ليه عمر 60 إن شاء الله متسابق إن شاء الله الحمد لله الحمد لله برياضتنا عندنا غدوة يعني محمد الوشي الحمد لله هذا الغدوة هذا هو أنت والقدامة يعني بالعكس إحنا نفتقدكم يعني إذا رحتوا قدامة يعني ما بقوا ناس قدامة ترى عندنا وايد أزيد القدامة يعني هدوا اللعبة بقيتهم يعني عدد قليل فإن شاء الله نشوفكم يعني دائما في هالرياضة ونطالعكم في السباقات إن شاء الله ونكون موجود إياكم أنا إن شاء الله مكملين السباقات أنا من ناحيتي ما راح تشوفني يعني غير عدد إن شاء الله بإذن الله لأنه وصلتوا ما شاء الله يعني وصلتوا مستويات زينة عرفتوا إن شلون تحكمون في الدراجة يعني وصلتوا وتعبتوا على روحكم وايد فحرام إنه بعد الواحد في هالفترة إنك تهد اللي بديته دي كامل. شوف حسن دام إنك يوم تطمح للمثالية توصل لأحسن مستوى استمرارك في اللعبة يكون سهل. عرفت؟ صح. مجرد ما تشوف عمرك إنه خلاص وصل هني أنت دمرت نفسك. أكيد. في اللعبة دام إنك تبقى مثالية تبقى أجزاء من الثاني أسرع في هاي الكورنر كيف تقصل هو في الجام هاي الأشياء كل مرة تطور نفسك نص ثانية هني ثانية هني بالضبط هاي تفرق وايد إيه فهاي أنت يوم تطمح للمثالية والأحسن مستوى وكل ما وصلت مستوى تشوف لا في بعد أحسن وزود فهني تتم في متعة الرياضة فبالنسبة لي هني أحس الاستمرارية سهلة تكون لأنه ما تحس إن عبء عليك لا إن كل مستوى توصله تقول الحمد لله إني ما وقفت قبل هذا الشيء قبل ما كنت أسوي بالضبط كلامي بالضبط هاي اللي حاصل لي أنا كابتن لأن نفس ما قلت لك مساعة لأن أنا ابتديت من عندي يعني وقعدت أكسب خبرات كلها من السباقات واشياء اكتشفها الحين طبعا من السوشيال ميديا الحين متوفره هاي قاعد اخذ منها وخبرتي من السباقات فكل ماله قاعد اكتشف شيء جديد كل ماله قاعد اكتشف جديد فتستانس على روحك ان انت وصلت بعد مستوى احسن واكتشفت شيء جديد فهاي الشيء اللي مخلينا بعد نواصل وبالنسبه لاحسن سيكل الكويتي احسن دراجه سقتها الهوندا صح شو تقولون دراجه ولا سيكل بالبحرين احنا نقول موتر سيكل ايه موتر سيكل احنا زين شو احسن موتر سيكل
والله الهوندا اسهل شيء، الهوندا اسهل اسهل سياقه صراحه سهله اي ولا بقى على يعني اسهل دراجه اتوقع سكتها هي هذه. والار ام زد بعد ار ام زد كانت 2009 هاي زينه بعد بس الافضل الهوندا يعني. انت ما سكت الهوندا لما كانت ب 2008 2009 2010 ما سكت هوندا؟ بلا سكت بس ما يعني سكت مال صبيان بس مو حق الدراجه مختلفه بس الحين إيه. الحين خلفت يعني الهوندا الحين وايد خفيفه والحجم مالها تقريبا نفس ال 250 بس على انجن عود فهاي يعني حبيته يعني اتوقع اني هاي السنه بعد اخذ اللي هو هوندا بعد ان شاء الله ان شاء الله ابو علي 450 ولا 250؟ والله اذا يعني قلت بروح هوندا بروح 450 بس احتمال ان اروح اللي هو كوازاكي باخذ 250 لان ال 250 شوي في الكوازاكي حق حجمي احسن بس ال 450 في الهوندا ما تفرق عندي اوكي نفس الحجم ال 250 صايره صغيره وخفيفه بس ال 450 الكيكس شوي يعني ضخمه علي يعني انا كحجمي يناسبني ال 250 وتحكمي بعد احسن. انت شو تنصحني على خبرتك كابتن على حجمي ووزني؟ والله ما الحين حاليا كل الدراجات مو مثل بداياتنا يعني الحين تقريبا إيه. كل الدراجات سهله السواقه بس صح. الحين الفتره الاخيره يا اخي سوق وايد 250 انا انا من زمان كابتن ما شفتك السوق 250 إيه زمان ما شفتك إيه ما سافك 250 من زمان وما ارجع 250 ايه والله السنه وايد سكت. الجمعه تمرنا في حلبة دي ام اكس في دبي 250 سكت استمتعت صراحه حلو الكوزاكي ايه اخر سنه شفتك السوق 250 عندنا في البحرين كان 2014 2015 كابتن ويا كنت يا ناصر السادة اتذكر الله يذكره بالخير ايه كنت السوق كانت كي تي ام عندك 2001 اتذكر من البباب بس كنت السوق 250 ما شاء الله كانت سواقتك حلوه بعد في 250 كلها صوت ار بي ام كلها ومتعه ترى سواقه ال 250 متعه يعني انت تحس روحك خلاص يعني كلها فول سبيد تنزل من 450 تروح 250 فول سبيد اكيد اي واتوقعك تصير اسرع من 450 كابتن والله ايش رايك؟ اكيد اكيد لان اسهل واللياقه بعد تساعدك مثلا ال 450 تسحب كل طاقتك لان ثقيله والتورك اللي فيها عالي 250 اذا سباق 20 دقيقه تخلصهم وانت طبع. مرتاح بالذات يوم يطلع البامس على البامس بالذات على البامس اسهل خلاص طح ال 250 وايد اسهل على فكره بالبحرين اصعب ال 250 لا والله طالب لازم تكون سريع بالكورنر اول موتو يمكن لا اول موتو ايه بس موتو الثاني الادفانتج يكون عند ال 250 ايه صح الموتو الثاني يختلف لان اوريدي البامس الحفر والبامس طالعين المطبات عشان ما يعرفون شو البامس عندنا في السباقات لان الرمله تستوي مثل مطبات من البريك ومن دعسه البنزين فتطلع لنا الحفر والمطبات ففيهن في الشوط الثاني 250 اريح احسن بالضبط انا بعد السباق كابتن وقت سالفتك بعد السباق داري السنه اللي راحت كنت اخوي عنده 250 فحبيت ناسوق واشوف البيست تايم مالي يعني قاعدين يحسبون لي وقت طبعا هاي يوم ثاني كان فول بام ويبت ثانيه واحده اقل يعني في اي ثانيه اقل ب 250 وكنت واصل يعني كله دوس يعني في اسهل صح واريح يعني من ال 450 450 يمكن بيساعدك في الستارت وبتروح في البدايه بس بعدين من يبتدي الريس 15 دقائق والحلبة تكسر في 250 اتوقع اسهل لفات اسرع بتكون انت ما عندك يعني يمكن سكشن واحد اللي حق 450 اتوقع انه تقدر تروح عنها بعد الجامب العود ايه لعشاره ايه هاي شوي هني 450 تاخذ راحتها هني يمكن صح. تروح على 250 شوي صح. بس هاي صح. سكشن بس بعده اتوقع 250 في اللفات اسرع صح
بس وايد الفور 50 اذا ياكل ارقام اوف ما تقدر فيها بعد العشر دقائق ما تقدر تجيب السكان خلاص اي بس اللي هو التو 50 طبعا تحتاج اللي هو التباديل يعني سرعه أيه. التباديل يعني الفور 50 اوتوماتيك بس غير واحد تلعب فيه ثالث رابع ثالث ما عندك شيء لا التو 50 تحتاج شوي كلتش شوي تستخدمه صح تشغل روحك شوي متعة السباق لكن ياكم استمتعنا ونحن كذلك ابو علي شو طموحك اهدافك شو اللي تبغى توصله في الرياضه مثلا اهدافي صراحه الحين يعني ابي اشوف شيء جديد يعني قاعد اشوف اللي هو الراليات حلو اللي قاعده تصير في السعوديه نبي نغير شوي عن الموتوكروس ندش وياكم في الراليات بس طبعا تنقصنا الخبره والسيكل طبعا يختلف فقلت في البدايه لو اسابق سباقات باها يعني اي بدايه حلو. عندكم اي ان ابتدي اخذ خبره شوي من عندكم احتك في السباقات لما نوصل ان شاء الله نفهم في هاي السباقات يعني ان شاء الله والله مؤيد والله نغير يعني شوي واشوفكم يعني مياودين بعد انتوا هاي يعني اتوقع ممتعه نفس الموتوكروس والله اقل من الموتوكروس ممتعه وايد ممتعة. نفس الموتوكروس اي يعني لها لذه ثانيه غير عن الموتوكروس مكان مفتوح اي مسافر وطالب انت شو رايك نفس والله طعم ولا غير لا لا هو طعم مختلف مو نفس الشيء اللي ما فيها يعني الاكشن اللي بالموتوكروس غير والاكشن اللي بالباها غير بس مو بعيده ابو علي يقدر يجرب الباها بعد الباها يجرب الرالي مثل ما كلنا سوينا يعني والحلو بالموضوع ان الامارات عندهم بطولات باها السعوديه عندهم بطولات باها فالخبره موجوده يعني راح يحصلها وراح يستفيد وراح متعه ثانيه راح يجربها فاتوقع يقدر بعد ما عليكم زور والله ما عليك زور يا البطل نتعلم منكم حبيبي ان شاء الله اذا الله فتح علينا ان شاء الله وبعد عنا ان شاء الله هالمرض عنا وعنكم ان شاء الله امين نكون ان شاء الله عندكم في الامارات ان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله ان شاء الله نجرب هالرياضه انا جدا استمتعت اليوم باللقاء وياك حبيبي يا كابتن صراحه واللي أباك شو تقول كلمة مثلا نصيحة حق الشباب اللي يتابعونك شو تنصحهم والله أنصح الشباب اللي هو اللي يسوقون طبعا دراجات ومحبين الدراجات اللي يسوقون مثلا في الشوارع أو الهاوي يعني يجرب إنه يدش اللي هو السباقات اللي موتوكروس أو إنه شلون يتعلم يعني يبتعد عن الشوارع الخطرة ويعني ما في هدف في النهاية يعني فأتوقع لو يعني يون ودشون في رياضة الموتوكروس ويتمرنون بيشوفون شيء ثاني يعني هم ما شافوه في اللي هو في الدراجات نفس اللي احنا ما كنا نشوفه في الشارع وما ندري عنه بس يوم شفناه ودشينا وتمرنا وطلعنا تختلفت عندنا هو الرؤية والنظرة حق اللي هو الموتوكروس وطبعا من ذيك اللحظة خلاص ما بيسوق شارع بتنتهي شيء اسمك انك انت تسوق في شارع خلاص من تدش الموتو كروس وقلبك يتعلق خلاص فهاي يعني الشيء واي رايدر طبعا موتو كروس يعني يشوف روحه مثلا بطيء او يعني مو يعني مستوى نفس اللي هو الاسرع ما في شيء صعب يعني بالاراده كل شيء بيصير يعني ما في انه خلاص مستواي كذي سرعتي كذي عمري كذي لا ما في يعني لهالحد بتحط على روحك وتخلي وقتك وتبي هاي الشيء بتوصل له صحيح ان شاء الله نشوف ابطال ووجوه جديده في هالرياضه وتطلع عندنا رياضه في الخليج ان شاء الله باذن الله والبركه فيكم كابتن طلعتوا اجيال ان شاء الله ويدكم ان شاء الله بعد يطلع اجيال باذن الله انا كل احترام وتقدير لك لاني انا مشيت في نفس الدرب اللي انت فيه حاليا اللي هو الدوام ومن الدوام على طول تمرين ويدوب توصل البيت ولا انت منهك وتنام ويوم الثاني هالروتين انا صحيح. يمكن سويته اول بدايه مشواري اللي هو 5 سنوات انت اليوم صار لك 14 سنه فنتمنى المسؤولين والرعاه
الشركات اللي في البحرين، تاخذ بايد البطل البحريني حسن نور الدين. وصراحة حسن انت انسان تستاهل والله العظيم هالكلام من القلب. تستاهل الطيب كابتن، مثابر رقم واحد، انت مثابر رقم واحد انك مواصل تستاهل هاي السنين كلها. انا 5 سنوات وتعبت نفسيا يعني، والله يسر لي امري حبيب. انت بطل كابتن وتستاهل صراحة كل خير يعني حبيبي، وانت بطل بخلاقك وبعدائك بكل يعني، ما شفنا من وراك صراحة إلا كل خير يعني من أول ما عرفناك يعني. حبيبي عشت بطل وخلوق و... ما قصر. حبيبي كابتن، ما عليك زود، ما عليك زود. كلمة أخيرة بطالب حسن نور الدين، طبعا أكيد عندك انستغرام إذا 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 بيتابعونك المشاهدين من خلال البرنامج، تقدر تقول حسابك اللي موجود بالانستغرام عشان يتابعونك الشباب. صفحتي على الانستغرام، تابعوني على صفحة الانستغرام اللي هو حسن نور الدين استور نور الدين. تمام، مشكورين ما قصرتوا، وان شاء الله تطلع حلقة حلوة ويستفيدون المشاهدين مع بطلنا حسن نور الدين. ما عليك زود، ومشكورين ما قصرتوا على استضافتي في البرنامج هالرائع ان شاء الله، ونكون خفيفين ان شاء الله على الجمهور. يعطيكم ألف عافية، ما قصرتوا. مشكورين حبيبي أبو علي، الله يسلمك. مشكورين شباب، لايك سبسكرايب، حطونا كومنت وخبرونا منو تبون تشوفون نكست، وإن شاء الله خير. يلا السلام عليكم.